اليوم في هذه الأيام في وسائل الاتصال مختلفة، وسائل الاتصال التقليدية تخلي مكانها لوسائل الاتصال الحديثة، ويمكن كما أي شيء في الكون استغلاله إيجابا ويمكن استغلاله سلبا. الطاقة النووية يمكن أن تكون أسلحة دمار مرعبة، والطاقة النووية يمكن أن تحيي الصحاري وتحيي القفار كذلك. وأنا بطلب من الرفاق يسمعوني، فعلا يسمعوني. زكي اقعد شوي هيك، وخاصة رفاقنا الشباب فعلا الذين أحبهم من كل قلب. هنالك شيء وهمي أو قوة وهمية في أن تجلس وراء الشاشة شاشة الكمبيوتر وتقول كل شيء، لكن يجب أن يكون هنالك شيء أقوى، وهو الالتزام، وهو الرفاقية، وهو أن تكون إنسان، وهو أن لا تطلق إشاعة أو تسير وراء إشاعة ضد البشر عموما، فكم بالأحرى ضد رفاقك. هنالك حاجة لترشيد استعمال هذه الوسائل. أنا أقول لكم إنني أشعر بالخجل، بالخجل الشديد، إنه في بعض من رفاقنا اللي كانوا مستعدوا يستعملوا هذه الأداة للإساءة وللطعن ولحتى التعرض لكرامات الأشخاص، وأنا بحكيش عن جهة دون جهة، ما بحكي عن جهة دون جهة، لكن نحن نعرف إنه كان في حملة وكمبين واضح، وأيضا شاركت فيه أوساط من خارج الحزب ومن خارج الجبهة. مثلا هذا الصباح تلقيت على الانبوكس فيلم يوتيوب طوله دقيقة واحدة اللي بيقول فيه في برنامج دهاليز، تسألني الصحفية سناء لها، من المسؤول عن الفشل في انتخابات السلطات المحلية؟ كان جوابي قصير من 3 أحرف، قلت أنا. الرفاق يجب أن يفهموا تماما إنه كان لو كان ممكن أقولها والله شوفي، يمكن مش أنا ما كنتش مسؤول تنظيمي عن الانتخابات، أنا لم أدر الانتخابات في الناصري ولا في عرابي ولا في سخلين، والرفاق موجودين ومشهد. لو جيت وقفت أمام الكاميرا وحكيت هذا الكلام، أليس هذا صنفا من صنوف النذال؟ إن واحد في موقع يختبئ وراء رفاقه حتى لو لم أكن مسؤولا بشكل مباشر، لأنه لا أنا سكرتير الحزب ولا سكرتير الجبهة ولا أحمل موقع تنظيم. كان ممكن إنه أنا في موقعي أختبئ وراء رفاقي وأقول إنه والله مش أنا، لا هدول هني، هذا بيكون نغالي من النوع الواطي. لكن نحن نحمل هنا في هذه الجبهة، هذا ما تعلمناه طوال حياتنا، أن الشهادة هي جزء من الموقف، أن النبل جزء من الموقف، ومن لا شهامة له لا موقف له، ومن يتعب في رفيقه فيش فيه غلط، فيش فيه غلط يناقشه. أنا كان في أوقف زي دكتور حنا سويد في اجتماع المجلس وأقول أنا مش مرشح، أنا اخترت أن أقول ما يجب أن أقول واصطرحت الموضوع بما فيه الكفاية فقط هنا بشكل نهائي في هذا المجلس. أما أن تتحول شبكات التواصل إلى مسرحا ومشتما ومقولا للألفاظ البذيئة وللإساءات، هذا الأمر لا يمكن أن يكون مقبولا. وأنا بقترح بعد الانتخابات على قيادة الجبهة أن تضع تصورا في هذا الموضوع، ما نوصلش كيف وصل الحزب الشيوعي اليوناني إنه منع من رفاقه أن يكون لهم حسابات فيسبوك، لا إحنا بدناش نوصل لهون. لكن جزء من المحاسبة التنظيمية هي ليس فقط على ما يحدث في اجتماع الفرع أو اجتماع الخلية، إنما كيف يظهر أي رفيق في أي مكان آخر. الإساءة والتجريح والتطاول ومثل الإشاعات
الشهداء لا مكان لهم في هذا البيت. أنا قلت إنه أنا طالع من الترشيح، لكن أنا مش منسحب من السياسي وليس منسحب من الجبهة ومن هيئاتها، وهذا ما سيكون في المستقبل. لذلك أنا أؤكد على ما قلته أنني لست مرشحاً للموقع الأول ولا للثاني ولا للثالث. إذا قرر الرفاق أن يعطوني المكان 120 بكون ممنون، وشكراً.